السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من قهوه الخواجه. بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ اكيد بتشجع كوره. يبقى حلاوه الدواء في مرارته. اقف قدام المرايه واعرف حجمك كويس. لعيبه نادي الزمالك لا تستحق لبس تيشيرت نادي الزمالك. الزمالك المحظوظ النهارده خسر مرتين، بتقول هي خواجه؟ بقول لك الزمالك المحظوظ انه فلت من هزيمه كبيره امام شباب بوليسداد الجزائري. الخساره الثانيه ان بعد فوز المقاولين العرب خسر نادي الزمالك المركز الخامس وبقى سادس، وبعد خسارته في اول مباريات دوري ابطال افريقيا امام شباب بوليسداد، ومعاك الترجي التونسي ومعاك المريخ السوداني، يبقى الزمالك عليه العوض في 2023 السنه الكبيسه على جماهير نادي الزمالك. جماهير نادي الزمالك الواحد لازم يرفع لها القبعه. جماهير نادي الزمالك بتروح ورا نادي الزمالك، والله الواحد ما عارف ليه. نادي اتغلب من اي حد يقابله، اي حد عايز بنت يروح لنادي الزمالك، اي حد عايز رفع روح معنويه يروح لنادي الزمالك. حلقه قويه، حلقه جميله، خشوا جوه تفاصيل الخواجه. وقبل ما نتكلم في حلقتنا عايزين نقول لقهوه الخواجه انزل دوس على اللايك الجميل، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه ليصلك كل جديد، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. جيسواردو فيريرا قبل الثوره زي جيسواردو فيريرا بعد الثوره، مشي في ايه وجي في ايه؟ الله غالب يا زمالك. من ادارته، ما هو من ادارته طلعت اتكلمت على لعيبتك، ده واحد مستني لاخر يوم انك تأيد الصفقات الجديده، ده اتنين الصفقات الجديده عليها علامه استفهام، ده ثلاثه انتقالاتك الشتويه والصيفيه وهات لي لعيب في نادي الزمالك من الجداد ومن القدام النهارده بيعرف يباصي الكوره. التشكيل الزمالك بيلعب بلعب فردي. يعني ايه لعب فردي يا خواجه؟ ما هو مفيش جمل، ما هو مفيش تكتيك. احمد سيد زيزو يعني الراجل ده يعني على الله حكايته. الراجل يعني لما ربنا بيكرمه يروح يعمل اوفر، مش عارفين بيعمل اوفر لمين. نادي الزمالك عايش على الكرات الثابته وتقليديه، يعني ما فيش جديد. الكره الوحيده اللي محمد عبد الشافي عملها لزيزو اللي هو اتحرك دفاع شباب بوليسداد، الكره لما اتعملت عرضيه نبيل عماد دونجا الكوره طلعت اعلى منه، وهو اصلا طلع قبل الكوره. وزمالك مفيش حاجه عدله تتقال النهارده في نادي الزمالك. وبعدين التشكيل انا مش عارف، هو انت بتلعب شباب بوليسداد وعلى ملعبك واستاد القاهره وجماهيرك وتلعب بكيلاكيت للمره مليون، عمرو السيسي ونبيل عماد دونج وكمان عمر جابر. يا راجل ده انت، وانا عايز اعرف الزمالك لو هو نازل يتعادل هيلعب بمين؟ يعني الزمالك نازل يتعادل عشان يصعد اي بطوله اي ماتش، بقى انت عايز بنت من المباراه هتلعب بمين؟ ما هو ده اللعب اللي انت بتقفل بيه عشان انت ما عندكش مفتاح لعبك. مش عارفين طبعا عمرو السيسي ده اتحدف علينا منين، ولا هو شغال نص ملعب، ولا هو شغال باك يمين، ومصطفى شلبي التيشيرت تقيل عليه. انت ما ينفعش تلعب تحت ضغط، هو مش بمزاجك ولا غصب عنك، هي امكانياتك كده. ليه قلنا بقى الزمالك المحظوظ؟ لان النهارده شباب بلوزداد يكسب ثلاثه، مستريح يكسب ثلاثة. قول لي، ما هو شباب بلوزداد في الأول الماتش عمل إيه؟ احترمك كنجم واسمه ولعيبة وتيشيرتات وجمهور واستاد وأرضية وحاجات من هذا القبيل. الراجل نزل يقفل المنطقة وسابك وساب لك الاستحواذ، عملت إيه؟ مفيش كورة واحدة على مرمى شباب بوليسداد، مفيش كوره جنب العارضه، مفيش كوره خطر، مفيش تسديده، مفيش اي حاجه. عباره مباراه عاديه جدا، تقسيمه يعني مباراه وديه ماشي، لكن مباراه في دوري ابطال افريقيا لا. يعني ايه دوري ابطال افريقيا؟ يعني بطل في بلده، فانت راجل يعني المفروض بطوله تبقى قويه، بطوله على مستوى انت راجل جامد واللي معاك راجل جامد، لكن شوط اول غايب عنه كل، غايب عنه كل ما هو زمالك، ولا لعيبته ولا ادارته ولا اي حاجه. والله يكون في عون جماهير الزمالك بمنتهى الامانه يعني. تعالى بقى للشوط الثاني، لما ربنا كرمك حتى انت لما بتروح يعني بقى في تنويع، ما هو انت راجل تقليدي، اما نوعت والوانتو اللي اتعمل بين مصطفى شلبي وبين احمد ابو الفتوح، الكوره اتلعبت لزيزو، الراجل برضو مش حاسس بالمسؤوليه، والله ما حاسس بالمسؤوليه، حطها برعونه. مفيش تركيز، مش مستني الكوره، مش باصص على الكوره قبل ما تجيله، مش واخد القرار، في رعونه. وسبحان الله الكوره الوحيده اللي عدى بيها عمر جابر وعمل كوره عرضيه وسيف الدين الجزيري، او حرفيا شبح سيف الدين الجزيري، الكوره بتعدي من قدامه وهي هي الكوره بتتاخد وتعمل هجمه المرتده لشباب بوليسداد الجزائري، عشان يبقى في هجمه مرتده، يبقى في تسديده، يبقى في بلنت، يبقى في اول اهداف
شباب بلوزداد، ويعني بتلعب على ملعبك ومغلوب واحد وعواد يتألق، يبقى انت مش زمالك، يبقى انت مش فريق بطل. يبقى اللي نقى الناس دي مش على مسؤوليه. ليه؟ لان اصل ما هو انت زي ما بتاخد دلع كنجم، ادي للجمهور حقه كمتعه. انت كراجل ولا انت نافع في اللعيبه، مش لعيبه الزمالك. وسيسواردو فيريرا احنا قلنا هو قبل الثوره هو بعد الثوره، مشي في ايه وجي في ايه مش عارفين. موضوع بقى موضوع الزمالك عليه فلوس، موضوع دولارات، موضوع يعني هو عدم قيد اللعيبه في الانتقالات الشتويه، دي كارثه كارثه. تروح بقى الساعه 11 بالليل 12 بالليل وتعمل قلق والناس تصور وتعمل حلقات والناس تصور وتاكل على افان عيش وحلاوه، ده كارثه. يعني راجل انت معاك 20 يوم وخلص صفقه ناصر منسي وخلص صفقه احمد بالحاج، يعني انت فين؟ انت نايم لنا ليه؟ انت بتستهتر بالكرسي اللي انت قاعد عليه ليه؟ ما احنا قلنا في الاول بتشجع كوره ولا بتشجع نادي؟ بتشجع كوره اتكلم في الكوره لمصلحه الكوره وحلاوه الدواء في مرارته، اقف قدام مرايتك اعرف مشاكلك وحلها هتعديها. هنحط دماغنا في الرمل، يبقى انت يعني ايه بتاكل السكينه لنفسك. اول مباراه على ملعبك تاخد 3 بوند، يا راجل انت عندك لسه ترجي في رادس وعندك شباب بلوزداد في الجزائر، حاجه ماتشين يعني شمال افريقيا وتاريخ الكره المصريه كلنا عارفين يعني ايه شمال افريقيا، يعني ايه 50 50 يعني ايه تاخد بونت ماشي، يعني ده لو خدته يعني بتطلع خسران كتير، لكن انت دلوقتي عايز تدور على المكسب. عندك المريخ السوداني الماتش اللي جاي، يعني مش عارف يعني ايه تصحيح اوضاع، ما فيش كلام يتقال. الزمالك وحش، اصل مش عارف مش 2023 هي السبب، يعني بقى 3 من الاهلي و3 من فاركو واتنين من المحله وتعادل مع الداخليه في اخر دقيقه، ما فيش. ما هي الاحداث بتبان كل ده مش هتنجح. ما هو ما ينفعش، انت راجل بخيل على نفسك في شغلك، يبقى انت مش هتعيش حياتك، ما بتشتغلش. زمالك ضعيف، زمالك هزيمه مستحقه. لحد امتى؟ احنا معاك، انت حلو هنطلع نتكلم عليك كويس، انت وحش هتاخد اللي فيه نصيب. مفيش مجاملات في كرة القدم، اللي عايز يجامل ما يسمعناش. اللي عايز يجامل واقف جنب الفرقة وبطولة أفريقية والستة اللي أنت بتدور عليها ما تسمعناش. روح شوف حد يضحك عليه. لكن أنت عايز تتكلم في الكورة لمصلحة الكورة وعايز تستفاد من أخطائك، يبقى أنت عايز تجيب المنخل وتمسك الفرقة. والله 2 يقعدوا أو 3 يقعدوا والباقي يقع منك في المرمى. ولا يا راجل صفقة انت امام عاشور مش وقتها، يا راجل طلعه وبيزنس واحتراف ومنتخب مصر وداخل لك مبلغ فين البديل؟ عندك البديل قبل ما تطلع الصفقة. زمالك أي كلام فاضي معقول، زمالك مسدس صوت. لحد امتى؟ الله غالب. انت موجود واحنا موجودين واحنا بنقول اللي بنشوفه، انت كويس هنقول ان انت كويس، انت تستاهل النقد هنطلع وهننقد، ويعني مش بلا رحمه ولا حاجه، بس ما ينفعش ما ينفعش نضحك على نفسنا ونضحك على الناس المحترمه اللي بتتفرج علينا اللي بتحترم راينا اللي ما ينفعش نضللها تحت اي زمالك اهلي ايا كان. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، في خساره مستحقه لنادي الزمالك على شباب بلوزداد الجزائري يتصدر المجموعه بفوز مستحق خارج ارضه على وهم فيريرا. يا رب الحلقه تكون عجبتكم، وان شاء الله نتقابل في حلقه جديده من برنامجكم قهوه الخواجه. تحياتي احمد الخواجه، السلام عليكم.